ويعني اليوم تقرير عن الرسم اللي هو موهبة مميزة ما يتمتع بها سوى ناس قليلين جدا، حيث يعتبر الرسم بأبسط أنواع الوسائل اللي تساعد الرسام بالتعبير عن ما يدور بداخله من مشاعر وحاسيس تمكنه من وصف جميع الأشياء المحيطة به من الزاوية اللي يشوف منها. أكيد اليوم راح نتعرف على موهبة أو هي موهبة أحد الطالبات في معهد الفنون اللي أتقنت رسم البورتريه وأيضا حرق الخشب بالإضافة إلى كتابة الخواطر. زميلنا عمر كريم راح يشوفنا أكثر بالتقرير التالي تفاصيل عن دعاء اللي هي صاحبة هذه الفكرة، فخلونا نتابع وبعدها لنا عودة. أدوات بسيطة كلش، يعني باند ورق عندي وأقلام رصاص عادية، وراها يعني شوي شوي قمت أشتري فحم والتدرجات أقلام رصاص. بالنسبة للصور، صور شخصية بالفحم وحرق على الخشب ولوحات على قياسات الفريمات أحجامهن مختلفة، تعبيري والتجريدي أكثر شيء. حرق على الخشب بالمحز مالتنا شفته كتجربة أولى، بس يعني ما يعني أخذنا معلومات كافية إنه تكون إنه حتى نقدر نبلش من جديد. بس أنا كنظرة أولية أخذتها إنه خططت أخطط أي شيء حتى لو صورة شخصية أخطط عليها على الخشبة وأبدي إنه أحرق عليها كاوية الحارق على الخشب. بالنسبة للكتابة هي طبعا أنا زاولها من 5 سنوات تكون السادسة، يعني قبل الرسم. أكيد أكيد. فيعني أندمج بالكتابة من خلال السماعات بذاني وعلى الموسيقى، يمكنهم أن يلمحوا آثار من داخلي في الظلام، أعني لربما قلبي أو وجعي. يمكنهم أن يلمحوا كل شيء في الظلام عدا أني سأستسلم. لا ترغب في التعرف على أمرأة كهذه.